شكرا الوليد الغامدي. ايها الاخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، مرة اخرى احييكم من هنا من ميدان الشهيد فهد الاحمد الصباح، طيب الله ثراه بالانطلاقات الخاصة بهجن اصحاب السمو والشيوخ والسعادة الكرام والمهرجان السنوي الكبير لبطولة الكويت الدولية السنوية، هذا الموسم الموفق ان شاء الله، بداية الختاميات هذا الموسم هنا في دولة الكويت، ولقاء الكبار يبدأ مع هذا المهرجان الغالي. نتابع هذه الانطلاقة السادسة الموفقة من 8 كيلومترات لهذه الأصايل وهذه الشعارات العملاقة المشاركة في هذا الشوط، أقطاب المنافسة ومثلث برمودا اللي أطلقنا عليه لقاء هذه المؤسسات الكبرى الشحانية والرئاسة والعاصفة، متعة الركض في عالم سباقات الهجن ولقاؤها في هذه البطولة الأولى، بطولة الكويت التي تقام رسميا تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وحضور هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة في هذه البطولة الغالية. نبدأ مباشرة مع هذا الشوط الخاص بالثنايا الابكار والمقدمة مع الشعار الأحمر على المركز الأول، وهذه الواعية، هذه الواعية لهجن الرئاسة، ويضمرها سعيد بن مظفر بن محمد العامري في عملية التضمير. المركز الثاني تقسيم على المركز الثاني تحمل الشعار الأدعم الكبير يضمرها الذهبي سالم بن فران البري. المركز الثالث هنا شعار من شعارات هجن الشحانية، وهذه أسياد على المركز الثالث لهجن الشحانية يضمرها جار الله بن عقيل. المركز الرابع عالية لهجن الرئاسة العملاقة سعيد بن مظفر بن محمد العامري في المتابعة والتضمير. المركز الخامس نمبر 5 الرقم 5 عليها شعار العاصفة وهجنها، العاصفة القادمة من دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشعار ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها غياث الهلالي. هذه النتيجة، بنعد المراكز الـ10 إن شاء الله. المركز السادس هنا تنطلق بالمركز السادس عليه الرقم 6 واسمها رسمية لهجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز السابع هنا الشهانية لهجن الرئاسة وسعيد بن مظفر بن محمد العامري. المركز الثامن الشعار الأدعم يقدم هذا الاسم، وهذه الهابة على المركز الثامن لهجن الشحانية عند فاران بن قريع المري. المركز التاسع لهجن الشحانية ووصولي هبايب بالمركز التاسع لهجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز العاشر الثمامة على المركز العاشر، اسم جميل عند ابو جابر، هذه ثمامة لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام، هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للمراكز الـ10 الأولى، أعلنتها لحضراتكم
مرة أخرى مع هذا المسار، أول إعلان لهذه الأصايل، لهذه الثنايا، السبق المعروفات، صاحبات الإنجاز والتاريخ المشرف في هذا العالم الساحر، لقاء أخوي كبير يجمع بين أبناء الخليج هنا في الكويت الحبيبة، في هذا المهرجان الكبير الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لقاء لأبناء الخليج، أبناء الخليج من الإمارات، من دولة قطر، من المملكة، من سلطنة عمان، ومن مملكة البحرين، يلتقون هنا في هذه البطولة الغالية هنا في ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح. أعود إلى المركز الأول في هذه اللحظة لأعلن حضور الواعية على المركز الأول، الكادر الفوقاني يحمل الواعية في المركز الأول، الشعار الأحمر عند أحد الشباب المميزين سعيد بن مظفر العامري يتابع هذه الواعية، وهذا الشعار له صولات وجولات في هذا العالم الساحر، أحد أقطاب المنافسة وأحد أضلع المنافسة في هذا العالم الساحر، هنا شعار هجن الرئاسة الحاضر في هذا المساء. المركز الثاني الجانب الآخر يحمل تقسيم اللي احتلت المركز الأول، تقسيم الهجن الشحانية، الشعار الأدعم اللي أبدع وبدع في هذا المهرجان، خذ الرموز الستة، أخذ الرموز، رموز اللقاية أخذها، ورموز الإذاعة أخذها، واليوم خذ رموز الثنايا أيضا، يعني ستة رموز ذهبية حلق بها العنابي وعبر الحدود إلى دوحة تميم المجد. يا سلام، حضور غير. إذن هذه تقسيم تحمل الشعار الأدعم، يضمرها أحد فطاحلة التضمير في هذا العالم الساحر، سالم بن فران، وما أدراك ما سالم بن فران. خلونا نتحدث شوي عن أبو جابر، أحد المميزين في هذا العالم الساحر، له تاريخ من الإنجازات مع هذا الشعار الأدعم الكبير، حقق السيوف والرموز والأشواط الرئيسية، اليوم مع هذا المسار وهذا المهرجان يقدم نوعيات مميزة، أسماء ذهبية، هذا الذهبي سالم بن فران. إذا تقسيم على المركز الأول غيرت إلى مقدمة الشوط، المركز الثاني الجانب الآخر البرنس لا حديث مع هذا الأنيق جار الله بن عقيل المري يقدم هذه أسياد، اسم مميز مع هذا البرنس جار الله بن عقيل المري، أحد الشباب المميزين، مسيرة رياضية حافلة، هذا البرنس جار الله بن عقيل المري رافق هذا الشعار الأدعم الكبير في مسيرة رياضية حافلة. المركز الثالث الواعية شعار غالي على قلوب الجميع، أيضا شعار هجن الرئاسة العملاقة، أحد الشعارات الغالية وأحد الشعارات الكبيرة. يا سلام، المركز الرابع وصلت الشهنية، دير بالكم عليها، الشهنية الهجن العاصفة التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الشعار الملك يطلق على هذا الشعار، تاريخ يلبرته مع هذا الشعار، تاريخ مشرف مع هذا الشعار، شعار هجن العاصفة لمتابعة غيات الهلال قدم الشهنية. الرابع أعلنها الواعي. المركز الخامس هذه عالية لهجن الرئاسة عند سعيد بن مظفر، ودخول جديد مع هذا الاسم مع الهابة واسم جديد، يا سلام، احلوت المنافسة، اختلطت الأمور بعضها ببعض، المراكز اختلطت بعضها ببعض وتغيرت النتيجة هنا مع هذا المسار.
تغيرت العاصفة، العاصفة قادمة والرياسة قادمة والشحانية. شوفوا هذا المنظر، منظر ولا أروع. الشعارات الثلاثة الكبرى هنا مثلث برمودا، هذا اللي أقول عنه، أقول عنه مثلث برمودا. أقطاب المنافسة عندنا الرياسة والعاصفة والشحانية. شوفوا هذا، هذا اللقاء الأخوي الكبير. شوفوا متعة الركض يا أخواني، متعة السباقات، متعة هذا العالم الساحر بلقاء هذه المؤسسات تلتقي اليوم وفي هذه الأيام المباركة في بطولة الكويت التي تقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. يا سلام، رائع هذا اللقاء، رائع هذا الانطلاق. هيا أيها المضمرون انطلقوا إلى الناموس، انطلقوا. الرئاسة تتقدم، الرئاسة مع هذا الاسم، مع هذا الاسم الكبير. هذه الرئاسة وهجنها وهذه الشهنية على المركز الأول، على المركز الأول، على المركز الأول، مع المركز الأول. الرئاسة، الرئاسة مع المركز الأول. الشحانية قادمة مع الشهنية أيضا، مع الشهنية عند فاران، عند فاران، عند الصامل، عند الصامل وسعيد بن مظفر. يا سلام، الرئاسة والشحنية، الرئاسة والشحنية. يا سلام، الناموس إلى أين؟ إلى الإمارات، إلى قطر، إلى الإمارات، إلى قطر، إلى الدوحة، إلى الدوحة وإلى أبو ظبي مع هذا المسار. ولكن فاران بن قريع البري قدم الهابة، قدم الهابة مع المركز الأول، مع المركز الأول لتهدي أبنائي دوحة الخير. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة هنا مع هذا المسار. الرئاسة، الشحانية، 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 الشحانية مع هذا الفوز وهذه الهابة. حضرت بكل قوة، فازت بهذا الشوط. تهنئة نزفها للأدعم وعشاق الأدعم على فوزي. هذه الهابة فازت بهذا الشوط بعد منافسة ولا أروع ولا أقوى ولا أعنف في هذا الشوط مع شعار هجن الرئاسة. منافسة ولا أروع، احتلت الهابة هذا الشوط فائزة ومهدية عشاق الشعار الأدعم الكبير هذا الناموس بقيادة الصامل فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. تهانينا. والناموس المركز الثاني هجن الرئاسة مع المركز الثاني شعار هجن الرئاسة. احتل المركز الثاني مع سعيد بن مظفر العامري. المركز الثالث، المركز الثالث عموما ان شاء الله بنوفيكم بالمراكز الخمسة الاولى، المركز الثالث والرابع والخامس. عموما على كل حال تهنئة لهجن الشحانية على فوز الهابة، الهابة بالمركز الاول وحصولها على هذا الناموس الغالي مهدية ومضيفة ناموسا اخر مع شعار هجن الشحانية. التوقيت الزمني لحظة وصولها الى خط النهاية 12 دقيقة 28 ثانية، 11 جزءا من الثانية، وتوقيت صاحبة المركز الأول الهابة بشعار هجن الشحانية بقيادة فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الثاني الشهانية لهجن الرئاسة بقيادة سعيد بن مظفر بن محمد العامري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية، 34 جزء من الثانية بفرق أجزاء عن الهابة. توقيتها الزمني المركز الثالث الثمامة لهجن الشحانية عند سالم بن فاران المري. توقيتها الزمني 12 دقيقة 29 ثانية، 86 جزء من الثانية. صاحبة المركز الثالث الثمامة لهجن الشحانية. المركز الرابع الشهانية بالمركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. بالمركز الخامس، المركز الخامس نمبر 2 تقسيم الهجن الشحانية عند سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس للجميع، تهنئة نزفها لهجن